هناك أكثر من غارة، ويمكنني أن أقول وفق المصادر الميدانية التي أتواصل معها أنه هناك تدمير لعدد من المنازل، من بينها منزل القيادي في حركة حماس دكتور خليل الحية شرق مدينة غزة، وأيضا هناك تدمير لمنازل في منطقة شمال قطاع غزة. نظرا لكثافة النيران والغارات، هناك عدد كبير من هذه الغارات ربما ترصد بعض الكاميرات التي تنقل الآن من أعلى مدينة غزة جزء منها، لكن سماء غزة كلها بها طائرات حربية إسرائيلية، وهذه الطائرات لا تتوقف، وكذلك القصف المدفعي لا يتوقف. منذ أن قصفت تل أبيب وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صواريخ صوب تل أبيب، والحال تغير في غزة، كأنه السماء ملبدة بهذه الطائرات ولا تتوقف. حتى حديثي مع المصادر من أكثر من منطقة من الخمس محافظات، وحتى يعني نشرح الأمر أكثر للمشاهد الذي يتابعنا الآن، قطاع غزة طولا 41 كيلومترا من معبر رفح البري إلى بيت حانون، وأيضا طولا 41 كيلومتر تقريبا تقطعيه بالسيارة تحتاج نصف ساعة. هناك العشرات إذا لم يكن المئات من الطائرات تحلق وصوتها مسموع وترى حتى بالعين المجردة، وهذه الطائرات بين الفينة والأخرى تقصف أهداف بشكل مكثف في مدينة غزة ومحافظة شمال قطاع غزة. نتحدث عن خمس محافظات، محافظة شمال قطاع غزة بها بلدة بيت لاهية إلى الناحية الشرقية، الناحية الغربية، وبلدة بيت حانون من الناحية الشرقية. هذه تعرضت لأكثر من جهة من إطلاق النيران.